موضوع صعب وكتير وشيق آه خدنا شويه طاقه ايجابيه من دكتور صلاح ودلوقتي هنتكلم على السندات مره تانيه ما بين الشيك والكمياله وايصال الامانه وحاجات تانيه كتير هنعرفها لان الملف مش هيتقفل النهارده معايا ومشرفني النهارده المستشار خالد البنداري اهلا سيرة المستشار اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين واتمنى ان تكون الحلقه يعم فيها الفائده على الشعب المصري واحنا النهارده هنتكلم عن حلقه يعني من اكثر القضايا المتداوله في المحاكم الا وهي ايصال الامانه منورنا يا فندم ومشرفنا آه عايزه بس الاول اقول لك عرف نفسك للمشاهدين انا اسمي خالد احمد السيد وشهرتي خالد البنداري محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله وعضو جمعيه حقوق الانسان بنقابه المحامين اهلا وسهلا يا فندم اهلا بيك آه تعريف خيانه الامانه ونص التجريم بعد اذنك تعريف خيانه الامانه ونص التجريمي خيانه الامانه هي بتندرج تحت نص الماده 341 من قانون العقوبات كل من يختلس شيئا منقولا على سبيل الامانه اضرارا بمالكه او وضع اليد عليه طيب كيف يتم اقامه الدعوه اقامه الدعوه فندم في شقين لاقامه دعوه ايصال الامانه ايصال الامانه جنحه مباشره وجنحه غير مباشره الجنحه الغير مباشره بتبقى عن طريق القسم م. وبالتالي القسم يوجه الدعوه الى النيابه العامه النيابه العامه بدورها بتنزل القيد والوصف وبتنزل جلسه ضد المتهم تمام اما الجنحه المباشرة. المباشره دي بتبقى عن طريق مكتب المحامي مباشره وبتروح تتسجل برضو في قسم الشرطه وبتختصم فيها الشخص والنيابه العامه كسلطه التهم طيب لو قلت لحضرتك كيفيه تحرير ايصال امانه؟ كيفيه تحرير ايصال امانه يا فندم هو ايصال امانه بيبقى فيه ثلاث اشخاص استلمت انا فلان الفلاني من السيد فلان الفلاني مبلغ وقدره بالارقام والاحرف تمام لازم الارقام والاحرف إلا السيد فلان الفلاني على سبيل الامانه واذا لم اقم بتسديدها بتسديد المبلغ أكون خائنا ومبددا للأمانه ده ده بيبقى مكتوب وجاهز بالكمبيوتر آه ممكن ولا احنا بنكتبه لا كمبيوتر. ممكن بيبقى في ايصال يا فندم مكتبي م. وممكن عن طريق يعني ممكن ورقه بيضه يعني عند يحرر المحامي يحرر ايصال امانه اه يكتبه اه يكتبه المحامي لكن ما ينفعش عرف اثنين مع بعض يكتبوا ايصال امانه لبعض لا ولا لا يفضل بص يا فندم م. يعني اي خطوه بيخطوها اي شخص تمام لازم يكون ليه محامي زي ما هو ليه دكتور تمام يكون ليه محامي خاص بيه في الفقره الاولى قلنا ان احنا نجهل دور المحامي واهميه المحامي في حياتنا طبعا بنروح له بعد ما تقوم الكارثه فالنهارده احنا كلنا بنقول يا جماعه في محامي في محامي يرشدني اروح اعمل استشاره واعرف انا هعمل ايه وامشي ازاي معايا حضرتك في الموضوع ده ولا ده بيبقى مرهق ليك انتم لا انا انا يعني بوجه كلمتي للساده المشاهدين طبعًا. تمام وان لازم ولا بد انت كنت يعني مقبل تمام على كتابه ايصال امانه او كتابه عقد شقه تمام او كتابه أيمة منقولات أي. لان قائمه المنقولات بتندرج تحت, تحت الختم الامانه, الأمانة فند تمام. تمام. تمام طبقا للماده 341 تمام. اللي هي بتقول كل من اختلس او استعمل او بدد اشياء منقوله تمام يعني بتندرج تحت ماده 341 حضرتك عايز تقول لكل الناس هتكتب كمبياله هتكتب وصل امانه هتكتب تتوجه للمحامي اي مش المنقولات اتوجه قبل ما تكتب للمحامي اعرف منه وافهم وبعد كده اعمل اللي انت عايز اه يا فندم لان هو لازم يا فندم النهارده انت بتتكلمي عن ايصال امانه مثلا بربع مليون جنيه تمام لازم ايصال امانه يكتب امام محامي لان الشخص نفسه اللي بيكتب ايصال الامانه ما ينفعش انت تمضي على بياض تمام وبعد كده تروح ترفع الايصال هيجي الخصم هيطعن بالتزوير في صلب الايصال فاحنا هنا ما ينفعش لازم اذا اقبلت على هذا الشيء ان انت تتوجه مباشره لمحاميك الخاص ما هو في المقدمه بتاعت البرنامج قلت ان احنا في زمن ما عادش ينفع عم عشم ايه مات ما ينفعش تقول لي نيتي سليمه ونيه اللي قدامي سليمه تمام الصح ممكن. ان انا اقوم بكل قانونيه ودستور يعني امشي مع القانون والدستور طبعًا بحيث طبعًا. ان انا ما اقعش في اخطاء وارجع انا اللي اندم عليها طبعا واحنا عندنا القانون المصري يعني يعني قانون شرعه المشرع تمام وادى لكل حق لكل ذي حقه تمام فاحنا بالتالي يعني لازم نمشي مع القانون يعني احنا مش مع حد ضد التاني احنا مع, مع الصح احنا مع الصح يا فندم مع الحق مع طيب. الحق ايه هي مده التقادم في جريمه خانه الامانه مده التقادم في جريمه خانه الامانه يا فندم ثلاث سنوات يعني انا مش فاهماها يعني انا دلوقتي معايا وصل امانه على حضرتك مثلا تمام لو لحد ثلاث سنين لو عدى ثلاث سنين يعني النهارده يا فندم النهارده القضيه نزلت جلسه تمام وخدت حكم من تاريخ الحكم بتنقضي بمضي الثلاث سنوات. طيب معلش الم... انا بحب المشاهد يفهم هعتبر انا مش فاهمه انا دلوقتي في وصل امانه بيني وبين طرف اخر. تمام ورحت القسم وعملت محكمه ورحنا جلسه عملت محضر وحكمة. في القسم و... و... ووصلنا ان احنا في جلسه والنيابه العامه حالته بمواد الاتهام الماده 341 ونزل خد جلسه تمام؟ بيتم يعني من تاريخ الحكم من تاريخ الحكم يعني يعني, يعني النهارده اتحكم من من النهارده مثلا واحد واحد, واحد بعد آه ثلاث سنين بعد ثلاث سنوات يسقط ايصال الامانه طيب هو ينفع وليه اجراءات عارض. يعني ليه اجراءات يعني المتهم بيعارض بعد الثلاث سنوات تمام بيعارض وبيحضر المحامي المتهم امام المحكمه الموقره تمام وبيدفع بانقضاء الدعوه الجنائيه بمضي المده ليه سؤال صغير بقى هنا تمام. هل ينفع ارفع القضيه دي او اعمل المحضر دي غيابي يعني ما يعرفش الطرف الثاني ما يعرفش والدنيا هو يا فندم الدو... يعني القسم بدوره في الجنحه غير مباشره بيقوم باعلان الشخص المودع لديه لو انا مش معايا بقى العنوان بتاعه لا ما هو النهارده يا فندم ما ينفعش يبقى ايصال امانه مش مكتوف ما هي من شروط ايصال الامانه تمام ايوه يعني عنوان الشخص المودع لديه اللي هو المتهم تمام اللي هو المودع لديه المبلغ يبقى فيه عنوان في عنوان رقم ورقم بطاقه تمام وكذلك الشخص الثالث اللي هو المفروض الشاهد بقى إيه لا مش الشاهد اللي هو يوصل له المبلغ المفروض يكون في عنوان ومحل اقامه ليه عشان خاطر لو اصل ايصال الامانه لم يقدم من من المجنى عليه القاضي يلزم المحامي ان هو يعلنه على مكتب المحامي او يعلن الشخص الثالث في ايصال الامانه كده وصلنا ان كمان وصل الامانه ليه شروط الزاميه واجباريه لكل الاطراف اللي موجوده طبعا يا فندم تمام طيب انا سمعت حضرتك قبل الهوا بتقول لي دور الطب الشرعي طب ايه دور الطب الشرعي في جريمه خيانه الأمان؟ ايه دوره يعني اقول لحضرتك دور الطب الشرعي النهارده يا فندم احنا امام بصدد ائصال امانه امام أمان. المحكمه الموقره المحامي بيجي يدفع تمام لو كان هو واثق ان موكله لم يوقع او يبصم على ائصال امانة بيطعن في البصمه وفي التوقيع يبقى هنا لازم أو اقول صلب صريحه مع المحامي بتاعي طبعًا. لو انا وقعت لازم اقول عشان يعرف يتصرف من المنطلق طبعا داك. دي مصيبه يا فندم لو لو التقرير الطب الشرعي اثبت ان التوقيع او البصمه بالنسبه للادله الجنائيه م. ما في فرق بين الـ الـ الامضاء والبصمه تمام البصمه ادله جنائيه تمام اما التوقيع ده ابحاث التزييف والتزوير في الطب الشرعي لو اثبتت الابحاث التزييف والتزوير في الطب الشرعي ان التوقيع ده مش توقيع المتهم الشخص ده بترجع للنيابه العامه وبينزل النيابه العامه بتنزل المجنى عليه متهم في قضيه تزوير بتبقى كارثه ثانيه خالص اه يا فندم فيعني لازم الساده المشاهدين يفطنوا الى هذه المعلومه نركز اه طب آه لو طب. انا نسيت بقى لو انا ناسيه يقول لي انت ماضيتي ولا بصمتي اقول له مش فاكره يعمل ايه المحامي؟ لا ما هي هنا ال... برضه تروح لخبير؟ اه... اه... طبعا بس هو لازم يكون يعني ال... الموكل امين مع محاميه لا هو امين بس هو مش فاكر فعلا ل... لا هو النهارده احنا بنتكلم اه... يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بصدد جريمه تزوير لو ثبت أن... فيها سجن اه طبعا مم. فلازم في... نكون متذكرين وفاكرين ومركزين اه طبعا بويس. فيها سجن طيب لو قلت ايه هي الفرق بين الجنحه المباشره والغير مباشره؟ اقول لحضرتك والساده المشاهدين الفرق بين الجنحه المباشره وغير المباشره، الجنحه الغير مباشره اللي هي عن طريق القسم الشرطه ان مم. المحامي بياخد ايصال الامانه وبموجب توكيل وصوره بطاقه المجني عليه وبيروح يحرر محضر, محضر في قسم في الشرطه ثمين. تمام وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان الشرطه او قسم الشرطه التابع لمحل اقامه المتهم بيعلنه تمام؟ م. هنا احنا بنتكلم بعد ما بيتحرر ايصال امانه في محضر رسمي المحامي بياخد رقم جنح وبالتالي بدوره القسم بيرسل هذه الجنح للنيابه العامه والنيابه العامه بدورها بتنزل القيد والوصف بالنسبه لايصال الامانه الماده 341 في القيد والوصف وبينزل جنحه تمام الجنحه غير مباشره يا فندم المتهم لازم حضوره وجوبي امام محكمه الاستئناف اما محكمه اول درجه لا الحضور بتوكيل عادي اما الجنحه المباشره دي بتبقى عن طريق مكتب المحامي آه وبيروح النيابة بيودع الصحيفة وبيختصم فيها الشخص والنيابة العامة كسلطة اتهام وبعد كده بتروح الاسم بتاخد رقم بس الفرق ما بينهم ان في الجنحة المباشرة يا فندم المتهمة بيحضرش في الاستئناف يعني يجوز حضوره المحامي محامي بتوكيل تمام هسألك سؤال كده جاي لك من الفيس دلوقتي فورا جاي لي من الكنترول هو بيقول لك ايه طب ما انا ممكن وانا بمضي واصل الامانه اهز ايدي كده ويبقى كانه كان تحت ضغط. لا يا فندم هنا الابحاث التزييف والتزوير يعني يعني هيقول أنا عشان كان عليا ضغط. لا هو لو لو شخص يا فندم مضى وعليه ضغط اثناء بعد امضته مباشره يتوجه الى قسم يعمل الشرطه يعمل, يعمل, محضر. محضر. يعمل محضر ودي بتبقى ج... دي جنايه اه مش يستنى لما تحصل مشكله أوه. ويقول اصل كانوا ضاغطين عليه اه الاكراه اه لازم يحرر مباشره محضر في قسم الشرطه اللي هو آه. تابع لمحل لل... الواقع للمكان اللي هم آه. مضى فيه وقع, وقع, وقع فيه او بصم فيه ايصال الامان نصيحه لكل المصريين لايصال الامان يمضوا ولا ما يمضوش ويخلوه اخر حاجه ممكن يوصلوا لها لا ما هو ما هو ايصال الامان يا فندم يعني يعتبر ويعد يعني من اهم عوامل التعامل في التجاره ما بين الاشخاص بعضهم البعض فنحن احنا النهارده دكتوره فاتن بنتكلم انا يعني سلمتك مال لتوصيله للسيد فلان تمام هضطر رمضي تمام عشان احفظ حقي تمام كمجنى عليه بس فانا بنصحه في العادي في الامور العاديه الامور بتبقى ماشيه كويس لكن اول ما يحصل اصطدام بتحصل الكوارث وبعد كده فندم احنا يعني لو شخص سلم مال على سبيل الامانه تمام انا ممكن انذره اعمل له انذار على يد محضر احسه على السداد تمام ردوا الامانات الى اهلها اه ردوا الامانات الى اهلها ردوا الامانات الى اهلها وطبعا موضوع شائك وكبير وزي ما قلت في الاول مش هيخلص من حلقه واحده هنتقابل تانى مره واتنين وتلاته عشان جمهورنا ومشاهدينا واتشرفت بحضرتك ونورتنى وشكرا ليكم جميعا وسعدنا بكم ونرجو ان نكون افدناكم واسعدناكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته